الشباب المبدع، ودي وده نتاج ابداع. مره تانية بقول كده ان ده كلام يستحقه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، ده نتاج ابداع وزاره الشباب والرياضه. هذا الشباب المبدع اللي النهارده اللي احنا بنكتشف ان احنا عندنا ده، بس ما كانش حد بيدور عندنا هذه. يعني الحاجه انا رايي ان دي حاجات ثمينه جدا ومش باينه. على اي حال عشان وقتنا، وطبعا في الشاعر الكبير الدكتور احمد بخيت عضو لجنه تحكيم ابداع السته، وشاعر احمد بخيت طبعا ابن اسيوط، والعدد الجوائز ده هتضيع من الحلقه، والعدد بسم الله ما شاء الله يعني مش نق ولا حاجه لو قعدت اتكلم على الجوائز اللي خدها. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يخليك. النهارده هتقول لنا انت طبعا حاجات، وشبابنا هنسمع منه حاجات، فهنسمع شويه من هنا ونسمع من هنا عشان الوقت نقدر ناخد الكل. بس عايز بس علشان الساده المشاهدين يتعرفوا على شبابنا: اسلام جمال الخطيب، مرحبا اسلام، احمد ايمن عطا، احمد جمال مدني، احمد منيسي، محمد طارق ابو حميد الصاوي، تمام محمد تمام، العازفون نادي انس عود، وفادي كمال رئ، وجونثان نبيل ناي. شرفتونا ونورتونا. واحنا قبل كده انس احنا كنت معانا يا نادي الاسبوع اللي فات انت ماشي. دكتور، وماذا بعد؟ ادي النهارده ادي افرازات ابداع، عندنا مجموعه من الشعراء خلاص يعني شفناهم وكلام وقالوا وكلام وحد كده، ولا احنا عايزين نكمل الدايرة؟ احنا بنعيش مرحلة يعني مش عايز اقول لحضرتك شكلها ايه، بقى لي 20 سنة في الكلمة الرديئة التي تغنى بها الاغاني، بعد ما كانت الاغاني بتاعتنا كل الدنيا في من يتكلم العربية كله بيتكلم اللهجة المصرية من الاغنية ومن الفيلم بقينا الكلام. الحقيقة طبعا انا بشكر مبادرة وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وبشكر المبادرة الكريمة من حضرتك لتبني هذه الاصوات المهمة والمبدعين الشبان، وهم الأمل الحقيقي لمصر. والإبداع دائما هو إبداع الشباب، يعني الأمم تتقدم بدفعات شبابها للأمام. فبعتقد أنه لقاءنا اليوم هو لقاء من أجل وطن أجمل من خلال هؤلاء الشبان اللي بيمثلوا أجمل ما في مصر، قدرتها على الإبداع وقدرتها على أن تهدي من روحها العظيمة لكل شعوب الأمم، لكل الشعوب وكل الأمم، نماذج مضيئة في كل المجالات. لا تتوقف الأمر عند أن نستضيفهم ونريهم للناس ثم نمنحهم جائزة، لأنه هذا عمل جيد قدموه وأخذوا جائزة، لكن الدورنا الأقوى أن نضع هؤلاء في دائرة الفعل الإبداعي الحقيقي، وليس مرحلة الهواية، ننقلهم من مرحلة الهواية إلى أن يستطيعوا أن يغنوا التجربة الفنية والثقافية المصرية بمنجز حقيقي، ويتجاوزوا بما قيل عن تراجع دور مصر في الإبداع، وهي لا تتراجع أبدا، لكن كل الحكاية أنها مرت بظرف غير طبيعة المنتج الثقافي المصري شوية في الغناء، لكن الآن لدينا شعراء جيدين وموسيقيين جيدين، وكل ما نرجوه هو تبني هذا العمل لتحويله الى عمل. طيب دكتور، عام دكتور، التبني هنتبنى عندنا وزاره التضامن بتتبنى، خلينا نتبنى كلنا. انا عايز اقول لسيادتك يعني انا بحمل حضرتك مسؤوليه كشاعر كبير، هتنتقي من الاعمال دي كلها حاجات تصلح ان تكون اغنيه، وعندنا في مسابقه ابداع طلعت لنا انا شايف انهم مبدعين موسيقيين، ويمكن نادي واحد منهم كان بيقود الاوركسترا الاسبوع اللي فات، وعندنا عندنا المبدعين دول. فادي النهارده حضرتك بتنتقي لنا من ده، ويبقى حد من الساده المشرفين قاده الاوركسترا اللي موجودين نشوف نعمل لحن اغنيه، وعايزين وعندنا الشباب اللي بيغني. ايه المشكله ان احنا نسمع خلال 3 4 اسابيع شهر اغاني بقى جديده ما بيتكلموش ما بيغنوش لحد ويعملوا ده؟ ممكن طبعا بالتاكيد. اولا بدايه بس معلش مهم جدا احتراما للدرجات العلميه، انا لست دكتورا، كنت اعمل معيد، لكن انت حضرتك كنت الصف في الجامعه، كنت صف في الجامعه، لكن تركت العمل الاكاديمي. انا الشاعر احمد بخيت فقط، ومع كل احترام ما هو برضه ده ما انت وهي لا، لكن هذا الصدق طب مهم. تمام يا فندم. لا والله ما لكن ثانيا ما تطرحه حضرتك عمل جيد جدا. عن نفسي اعتقد ان معظم بعض المبدعين الشعراء التقيت بيهم من قبل، وفي في شباب الجامعات، وكلهم بتابع تجربتهم الابداعيه. انا اسمن دعوه حضرتك انه طيب يتم عمل ان شاء الله. وعن نفسي
انا من خلال مسابقه ابداع سانتقي بعض الاصوات وانتج لها دواوين شعريه. طب كده يبقى هايل. طيب هنشوف بعد اذنك نشوف احمد منسي. يلا يا احمد كده بقى هتقول لنا ايه. ارسم على الرمل خطاوي وادفن اوجاعك فيها، مهما الاوجاع هتزيد هيجيها الموج يمحيها. وده حال الدنيا اساسا، مهما تغير معانيها هتعيش وتموت بتحاول وهتفضل موهوم بيها. اضحك في وشوش الناس بضمير مليان إحساس قبل ما الفرصة تضيع وتعيش تحلم تلاقيها. ارسم على الرمل خطاوي وادفن أوجاعك فيها، مهما الأوجاع هتزيد هيجيها الموج يمحيها. بزيادة جراح وألام سيب روحك للأيام، تسير أحلامك تضحك وتحقق يوم أمانيها. اتفائل خير على طول واصبر على الهم يزول، والفرحة اللي بتزرعها هيجيلك يوم تجنيها. ارسم على الرمل خطاوي وادفن أوجاعك فيها، مهما الأوجاع هتزيد هيجيها الموج يمحيها. انت كان في حاجه عند احمد تاني كنت كان في الغنوه اللي كسبت في بتاع تحس الذكريات. طيب هنخليها لاخر بعد ما نخلص بعد اذنك. طبعا انا استمتعت بهذا النمط من الكتابه لانه في روح شباب حقيقه ودعوه حقيقيه لتجاوز حاله الاحباط وحاله التراجع وحاله الياس اللي قد تصيب البعض. الأغنية أنا برشحها مثلا يسمعها مطرب كبير زي محمد منير أو وإنه يتبناها، يعني إنه بقي أن نبحث في الأصوات الشابة عن كتابة جديدة. حد يعمل ده وهنلاقي الصوت. طب نشوف إسلام جمال الخطيب. أشوف عيونك، أشوف عيونك ألقى فيهم الربيع موصوف، أفرح لو تندهي ويروح من قلبي الخوف. يا مصر اسمك شهد يروي الظمأ في الجوف، يا مصر بس اندهي تلقي ألوف وألوف. احدفيني بالهموم أقوم أبوس جبهتك، اقسي عليا وعذبيني كله فدا محبتك. يحرم علي أخونك أو حتى تهون عشرتك، مرسومة جوه في قلبي زي العسل بسمتك. يحلى الكلام عليكي والصحبة ملمومة، يا هل ترى ظلمة ولا أنت مظلومة؟ ملامحك متغيرة ما بقتش مفهومة، هو أنت عجزتي ولا بقيتي مهمومة؟ مالك؟ تعالي أطبطب عليكي وقوليلي مالك. بتقولي ايه؟ زعلانة قوي ومشتاقة لعيالك، اخاف اقولك على اللي فيهم الدمع يحلالك، واخاف اقولك على الحقيقة تتحطم امالك. الخوف، الخوف مغيم على النفوس وولادك بتموت، كانوا بيرمونا كده زي السمك للحوت. اخاف اقولك تعبت، اخاف اقولك تعبت يسبق كلام سكوت. ده انا صوتي مليان شجن ومن جوه مني بموت. خليني ساكت بقى، خليني ساكت بقى لا يقولوا عليا اتجن. الظالمين اغبيا ولا حد فيهم حن، محدش خاف عليكي وانا انا اللي كنت بقن. انا اللي طاد صبري وانا اللي طق وجن. يا عروسة في يوم فرحها، يا عروسة في يوم فرحها متزوقة وحزينة، امتى يعود الحب وترجع ليالينا؟ الضحك يملأ قلوبنا
والفرح يملأ قلوبنا وانتي في وسطينا تكمل ليالي السهر وتحلى حكاوينا. معلش عشان الوقت اصل احنا نص البرنامج راح في الاول. اشوف احمد ايمن. محاولات للتواصل. طفل يشب بمقلتين قليلا، طفل يشب بمقلتين قليلا، فيطول إصبعه السماء الأولى ويدق باب العرش يخبر ربه إني رأيت بباب مكة فينا. طفل ترابي الملامح، وجهه يهدي إلى النجم الشريد دليلا، كانت له الشمس المشيمة والرؤى أختا وميزان الخليل خليلا، عيناه تختصر الطريق، دماؤه المشكاه تبني في الظلام سبيلا، للحب يدعو للسلام، فقد رأى هابيل يقتل داخلي قابيلا، ورأى الحبيبة في المنام وقد بكت دمعا، يميت الياسمين ذبولا ويقول قبلها، ويقول قبلها أرد وكيف ذا، ما من حبيب يحسن التقبيل، أحتاج فرشاة لأرسم في يدي ريشا وأجنحة كميكائيل، لأطير نحوك يا بلادي حاملا قلبا يغني دورمي فاصولا. من أين، من أين أبتدئ الحكاية يا أبي، من أين أبتدئ الحكاية يا أبي، وأنا انتظرت على الطريق طويلة، كنت الغريب اليائس الميؤوس منه، القاتل المأجور والمقتولة، كنت المشردة والمشردة والغواية والهداية، فاعلا مفعولا، كنت المعلمة والطبيبة وسائق المترو محاميا، وكنت رسولا، شاخ الزمان على يدي وكلما تاه الزمان أعرته الإنجيل. اقرأ لتولد من دماك فراشة، اقرأ ستنمو المفردات حقولا، في العالم الآتي سأصبح وردة، في العالم الآتي سأصبح وردة لمواعد العشاق، أصبح نيلا يعطي الحيارة والعذارى قبلة، فالنيل مثلي لا يزال بتولا، في العالم الآتي يقول الشعر لي سبحت باسمك بكرة وأصيلا. شكرا. الله. أحمد، ده أحمد جمال. مشهد آخر من حياة أخرى، منذ استراحت على الأرض البساتين وقبل أن تبتنى فينا الزنازين، أنا على سطح موالي أدندن للورد الأغاني فتهتز الرياحين، ولم تكن فوق أرض الله معركة، ولم يكن بين خلق الله مسكين، ولم تشأ وردة إلا مصالحة العشاق، لا متعب فيهم ومحزون، ولم تبح قمحة بالسر كيف نمت وكيف بالماء أنشى عودها الطين، وكانت الأرض في الأحلام سابحة ولا استباحت دم المقتول سكين، كأن حبا أتى في أوج فتنته وقال كونوا كما أعددتكم كونوا، هناك حلق في الأفق الحمام ولم تمل بنا مرة هذه الموازين، فلم أرى الناس في حل وفي سفر ولم تضر بالمساكين الطواحين، مد المكان لكل العاشقين يدا فلن يخونوا ولو قالوا لهم خونوا، غزالة صالحت صيادها ومضت
وصالح الورق المكسور تشرين، وصالح القاتل المقتولا، وانتهت الحروب إذ سلسلت فينا الشياطين. هنا على الأرض صب الغيم خمرته في كاسها، سكرت منه البساتين، فداعب الشجر التفاح وابتدأ الغناء وابتهج الرمان والتين. شددت حبل خيالي كي أكون هنا، لو قيل قد جن فليحيا المجانين. لما صفى لي خيالي لم أبالي بما يشده، وهو بالأحلام مرهون، وذلك المشهد المجنون يرسمه الرسام أو شاعر بالحب مفتون. أنا هناك جناح ما أطير به، والسر في قلبي الجواب مكنون. وحدي هناك صفي البالي أسألكم، ماذا لو الفاء لم يقبل بها النون. الله الله. محمد طارق. من وحي الخطيئة بجمع ملامحي من السحاب، وبشف روحي من السماء، وانزل إلى الأرض بهدوء، فأحيا وأتحول بشر. إني ملاك مخلوق لجنات النعيم، لكن بصرت الأرض لحظة نظرت عين، هذه البنية قد غوتني بنظرتين، فشربت من خمر الجنان ودهنت أجنحتي بطين، وفضلت أتطوح من السكر وأغني، قلب الحبيب ارتاح بالحب روحه براح، صار في الجنان سواح وبنظرة دان دينك، صاب الغرام فينك لما رأى عينك غوته أكل تفاح. بعد الغواية صابني غضب الرب واتزحلقت جناحاتي من حولي، بصيت لقيت جسمي كجسم البشر، وصوابعي عشرة وصوتي قد حشرك، وناداني من ألقى علي اللوم، يا أيها الملك اللؤوم، روحك ترانيم عينك بتعزف في الذنوب، رديت وكل عنفوان نفسي الزيارة لحضنها بعديها توب، وسمعت قول الله بيتردد في ودني، اهبطة منها جميعا بصيت لقيت روحها سراب حولي، مشفوفة من جسد التي على الأرض، وكأنها إبليس وصاب النور، وكأنه جاني من الذنوب معصور، وهبطت انا وروحها المكان معروف، ولقيت رجولي حضن جبل الطور، القيت بذنبي في الفضا فارتدلي ثعلب فمكرت بيه، ولقيت رجولي ذهب نحو النور، ووصلت ليه بصيت بصرت لقيت عينيها حكيت، غبت فخفت من الغضب وبكيت، مشيت وتركت قلبي بين البين، بعد ما فقت من البكاء غنيت وقلت يا رب اغفر ذنبي لاجل انون، حضن البنيه بفكر ان افوز بالنور، بفرش دموعي على خدي واغني واقول، كان مفترض تفرحي وتقولي جاني ملاكي، لكن يا ذات الحسن انا برضو هستناكي، انا لما قلت اهوى ما صبني الا تركت كلامي وولت تنقش الذكرى، كتبت ملاك منتشي ما فقش من السكرة، لو تاب وظل بشر هتزفلوا بكرة، ليه تتركيني وانا جايلك في عيد شوال، وتزوري قبر اللي مات لاجل تشريف الحال، هي القبور بترد او تنقل الاقوال، ساعي بريد السما ان تبت هيجيلك، ويقول ملكنا تاب يجمل بنات جيلك، وتقولي انا حباه وتفرحي بقولك، صلبت عينيها في انتظار الرسول، صامت خيوط السما عن نسج غفراني، بعديها رجعت للقبور تاني، يلي تركت الغنى على حدود الشفاه، وسمعت ندب الزعلانين الموت، وصلبت عينك في السما لاجل لما يغفر ربنا ذنبي وخطيئتي، انت البتول ما
مصلوبة على كف القبور، تكفير لأخطاء البشر. نور السماء بيفيد وانتي عينيك في خطر، وصعدت صرحي لجل زور عينها بعد الصعود. لما نظرت لقيت ملامحها بتتوه في السحاب، روحها بتطلع للسماء وبتترك الأرض بهدوء، وفي لحظة تتحول ملاك. الله يا محمد. طيب آخر واحد تمام محمد. زهايمر النهايات. 20 خريف واتنين زيادة من الوجع، وانا ليا ركن في اوضتي متلغم صور، بهرب اليه وقت ما يشتد الحنين. ترطيف صوابع العشرة باشت كلها من فرط تحسيس المكان، عيني اللي كان يطربها تقسيم الكمان ما استحملتش الكذب في عيون البشر، حلفت تخن وتنطفي. كان ليا حظ من الهدى، سجادة في الركن المقابل للوجع بلجأ لها لو خلق داء. يمكن ما كنتش في اتفاق مع نفس دايما والصلاة، لكن ضرورة ألجأ لها واسرح ساعات واخشع ساعات مثلها. أو ربما جلدي اللي دايب من الألم كان يقشعر من الخشوع وينقط الفاضل في جسمي من العرق. كان الورق هو الوحيد قادر يجرجرني بكلام، فاكتب قصيدة مؤلفة كان فكري سارح فيها وقت المعمعة. معرفش مين كان ضد او مين كان معا، معرفش ليه عيني اللي طافية مدمعة، معرفش ليه رغم ان بينا البعد طال رنت حضورك جوه قلبي مسمعة. معرفش ليه كل لما ايدي تمر على ركن الصور تتهاوى مني الروح وتهرب للخلا. معرفش ليه لساني بسرح في الصلاة رغم اني بستغفر وتوب من كل سكان الحيطان المرسومين على فرخ عتق من الورق، وشوش بتنهش لحم وشي في سرهم من ضمنهم انسان بيشبه شخص فيا انا معرفوش كان طبعه يدي في وقت لما الحال يضيق. ايضا صديق كان حالف انه يكون معايا في سكتي ويكون بعيني وضيها، وحبيبة كانت ساكنة قلبي بنبضها زرعت مداين جوه مني من الألم، وسابت لي لسه في رجل عجز أنا بحصده وامشي الهوين عشان ما حسش بالتعب. سابت سبب يكفينا ركب طرف يسند وقعتي. كان من الطبيعي أن الصور تراودني عن أشياء كتيرة بحبها واذكر حاجات وما كانش داعي لذكرها، ولكني بتصبر بذلك على البلا. 20 خريف على عمري زادوا نصهم وانا لسه بتذكر انا، 50 وفوقهم كام سنة وانا لسه بسرح في الصلاة، ومفيش في مرة دعيت ترجع لي البصر او ما افتكرتش ان سبق بالدعاء وادعيه يحافظ على اللي باقي من الجسد. سادس عقودي مع الزمن، معرفتش اوصل للاجابة على السؤال، كل اللي فيا فطرته مين هيسدها؟ كل اللي كانوا قصادي دايما في الصور كانوا ضدي فعلا أم معا؟ رجلي اللي عجزت يوم فرح عشان وقفت بارك لها بالفعل عجزة لإنها سايبالي روح على الفؤاد متبقعة. عيني اللي دلدق نورها مني وودعت وطلع لعين في القلب غيرها من الزعل، والله أيضا دمعت سجادتي لفت من ملت من السؤال. رجلي السليمة خانتني فعلا في الوقوف وسندني طرف صناعي راكب في الشمال، كان ليا كنز ومتكأ وقت ما تزهق مني بنت الميمنة. آخر خريف ووصل لسن معادش يضنيني الألم، لا ضير إن الساقة لم تقوى على حمل الفصام والهلوسة، جايز عشان عشريني مثقل بالهموم فبدأت أسجل قصة يمكن قد تكون تشبهني جدا في الخيال، أو ممكن أوصل ليها يوما بعد يوم ذاك احتمال. أستاذ أحمد، إحنا في ستة من الشباب المبدع في فصحى عمية وغنى وفي العمية. لو قلنا في الستة النهاردة هناك شعر يبقى شعرا
ربما لا بيبقى صعب ان نتغنى. اه تمام. وانما وفي حالات بترقى. نقدر نقول من السته كان ايه اللي يرقى ان يبقى اغنيه؟ يعني خليني اتناول السته بشكل عام عشان ما يظلمش منهم من لا يصلح للغنى. في تجربتين في العاميه، في تجربه مباشره في الغنى هنسمعها بعد حضرتك. صدقنا سمعناه، اعتقد انه نص صالح للغناء وجدير بانه يتلحن ويتغنى. وكذلك التجربه العاميه الاخرى اللي قالها صديقنا ايضا اللي هي عن مصر، في مقاطع منها يمكن ان تتحول الى اغنيه جميله. بالنسبه للشاعر العاميه الاخر اعتقد ان دي تجربه اهم واجمل، يعني انا متحيز ليها. هو قدر يعمل تطفير جيد جدا ما بين اللغة العامية والفصحى، ويقدم رغم انه في العشرين رؤية شمولية عن سيرة حياة، سيرة عشرين عام يختلط فيها الخاص بالعام. فهي تجربة من الناحية الفنية في شعر العامية تؤكد انه الجيل الجديد ما شاء الله يعني استطعنا ان نحمله على اكتافنا فراغ ابعد مما رأينا نحن، يعني الحمد لله. طيب استاذ احمد عشان نلحق لحسن فضل لنا يبقى 10 دقايق لحسن، عايز اسمع حاجه بقى. انا الحقيقه شايف انه ابطال الليله هم هؤلاء الشبان، ونسمعنا نضحي عشان نسمعهم. بس انا عايز انوه بتجربتين الفصحى. اسمح لي، لانهم الحقيقه هذه التجارب المهمه قد يغفل النظر ليها ولجمالياتها ومنجزها، لانها تجارب شعريه ناضجه جدا وعميقة، وليست تجارب إعلامية أكثر منها تجارب فنية على مستوى رفيع حقيقية. يعني هذان الشابان قدم في القصيدة العمودية، وهي قصيدة عمرها 1400 سنة، يعني هي القصيدة العربية الأصيلة، استطاعوا أن يقدموا فيها لغة معاصرة وتركيبات جديدة وبعد ثقافي عميق جدا. كل منهم بدأ من الخاص وانتهى إلى العام بنظرة إنسانية عامة جدا. هذا النضج في التجارب الشعرية قد لا نجده عند شعراء متحققين وكبار وموجودين في الساحة الحمد لله. يعني أنا لا أمدح في نفسي، بس بعتقد أنه أنا أكثر إعجابا سمعته بتجربتي النهاردة أن سمعت مثل هذه الأصوات، لأنه أيام ما كنت أدهم وبحاول أجرب في القصيدة العمودية قالوا عليا مجنون. أنه قصيدة يعني خلاص ثبت مكانها لقصيدة التفعيلة أو لقصيدة الناس، ولم يعد فيها إمكانيات للتجديد. لكن الحمد لله هؤلاء الشبان يؤكدون أن مصر تستطيع حتى تطور قصيدة عمرها 1400 سنة وتقدمها كأنها بنت اليوم. وطبعا بشكر كمان الجهد الجميل اللي عملوه الفرقة الموسيقية. النهاردة احنا شفنا مصر شابة ومصر مبدعة قادرة على مليئة بالوعود الجميلة، وأيضا شفنا مصر الكهلة العميقة الحكيمة وهي بتتبنى مصر الشابة وبتدافع عنها. أنا جيت النهاردة محبة لهؤلاء الشبان. الحمد لله أنا قريت في كل مكان في العالم، بتمنى ان هم ايضا يقروا في كل مكان في العالم، انهم جديرين بهذا المكان. طيب انا سؤال تاني عشان عايزين نسمع منيسي. سؤالي، انا شايف سي دي حضرتك عامله لشوقي. طيب الشعر يعني عندما يسمع، لان انا لو انا اخذت كتاب وقريت فيه ربما مش اي حد هيقرا صح، تمام، ومش قد اي حد هيقف زي الشاعر واحساس الشاعر. اتمنى ان احنا خلاص، وبقت السي دي ده يتعمل بملايين دلوقتي يعني، وان اي حد يقدر يسجل ده يعني تعمل. اتمنى ان اي كتاب يطلع يبقى معاه ده. اولا ده هيبقى ممكن في حد ما خدش نصيبه من التعليم انما يحب يسمع ده، ويمكن في حد كمان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كفيف هيبقى يسمع ده. انما الاهم من ده كله الشاعر لا يمكن تذوقه الا اللي قاله الشاعر اللي كتبه، سجله، لانه بيدي كل احاسيسه فيه. يعني وجهه نظر جميله الحقيقه. فايه المشكله نعمل ده؟ هو ده موجود، بدا يعني يبقى موجود. انا رايي انه الشعر زي ما بيقول بودلير ان فنا عظيما لابد ان يستخدم كل ادواته. الشعر فن عظيم جدا، جزء منه ايقاعي وموسيقي، وجزء منه من اجمل ما يكون ان تسمعه باحساس صاحبه يعني. فهيبقى جزء مغني للتجربه الابداعيه انه يبقى فيه اداء صوتي. لكن الشعر يقرا له جمالياته، لانه انا ممكن اختلي بكتاب وبديوان شعر متنبي في البيت واتعمق مع كل بيت بقى واحلل واعمل، هذا جزء من جماليات الشعر. متخصص. وجزء من جماليات الشعر ايضا ان حضرتك في ضغط الوقت تحط السي دي هاي في كاسه العربيه او في اللابتوب في اي وقت في اي مكان تسمع ده. دي الميديا
أخذت من مساحات الفنون كتير. فعلينا أن نسترد هذه المساحات بأن نتعاطى مع الميديا بشكل جيد. الميديا الحديثة فيها إمكانيات الصوت والصورة جيد جدا، على الشعراء أن يتجاوزوا فكرة الندوة الصغيرة أو الكتاب الورقي في إطاره له جمالياته وكل حاجة، وأنه يبتدوا يفكروا فعلا في الإنتاج الصوتي وفي الإنتاج الفيديو كمان. في بعض التجارب الآن بتنتج الشعر فيديو وبيبقى تجارب في منتهى الجمال. في أداء في بعض الجيل الجديد بدأ يعمل الشو مسرحي كامل من الشعر. لا مانع من التجريب، لأنه الشعر يحتمل ده، وجزء من جمالياته في الإنشاد. الشعر العربي ولد في حجر الإنشاد، حتى الشعر العالمي يعني الشعر اليوناني القديم كان ينشد في المعابد زمان. فأنا مع حضرتك طبعا أنه الإنتاج الصوتي وده سهل موجود، وتكلفة السي دي الصوتي أقل من تكلفة السي دي. ده كتير كتير. انت نخلي نسمع من نسي. أنا حابب نسمع الشباب. طب يلا، حابب أنه الليلة تكون للشباب. أحمد من نسي. غنوة بعنوان بتوحشني الذكريات. جوه مني ذكريات تحيي فيا ماضي مات، واما ببقى لوحدي دايما بفتكرها كتير ساعات. بتوحشني الذكريات لما اعيش حالة سكات، هو زمني راح عليا ولا عمري نص فات. ذكريات ذكريات، ذكرى لطفولة بريئة، رحلة عدت من سنين، ضحكة بتقول الحقيقة، ذكريات ناس طيبين. ذكرى للبنت الجميلة، ذكرى للبنت الرقيقة، حب قلبي الأولاني، رغم أيامنا القليلة صعب أنساها ثواني. ذكريات ذكريات، ذكرى لأصحابي زمان، كنا نلعب تحت بيتنا، وأما وقت العصر يجي نملى بالدوشة حارتنا. ذكرى نور شهر الصيام والعطش وقت النهار، لما صوت مدفعنا يضرب كله يجري على الفطار. ذكريات ذكريات، ذكرى ايدي في ايد ابويا لما نسمع الاذان، فرحة جوه قلبي دايما احلى احساس بالامان. ذكرى ليا في حضن امي وقت ما تشوفني حزين، كلمة منها طمنتني ضم فيها حنان سنين. ذكريات ذكريات، ذكريات والفرحة حلوة، ذكريات والعمر غنوة، ذكريات سكن القلوب وافتكرها الروح تدوب. ذكريات أيام جميلة، ذكريات أحلى الليالي، لسه نورها بينادينا لسه طول اليوم في بالي. ذكريات. شكرا. برضه مصمم مش عايز تقول لنا حاجه؟ لا يا شرفني لو في وقت. في خمس دقائق. في خمس دقائق ممكن ارجع شاب زيهم وافتكر من ديوان قديم لاني ما حضرتش حاجه. رأيت الصمت، لما ناخد رأيت الصمت والنسيان يجتهدان دون ضجيج، وأبوابا بلا معنى دخول مرة وخروج. فقلت أخلد البستان يا ليلى ببعض أريج، وقلت أعلم الفخار شيئا من ذكاء الماء، وأوقظ غفلة الأشياء كي تتكلم الأشياء، لعل زجاجة المصباح تحفظ حكمة الأضواء. أنا ضيف على الدنيا وأوشك أن أودعها، ولدت بحضن قافية وأختم رحلتي معها، وغاية شهوة الكلمات
أن تغتال مبدعها. ولدت هناك حيث النيل والقرآن والأشراس ودفء البوح، بوح الدمع، دمع الصدق، صدق الناس. وكل بكارة في مصر لا يبتاعها النخاس. هنالك حيث تشربنا الحياة فتنتشي وندوخ، وحيث طفولة الأحلام تبلغ رشدها وتشيخ، وحيث الناس يا ليلايا ليست تدخل التاريخ، رأيت ملابسي تنمو على حجر بشط النيل. رأيت ملابسي تنمو على حجر بشط النيل، وأمي في خيال الشط تعصر قلبي المبلول. رأيت ملابسي تنمو، هل الأيام حبل غسيل. وكان أبي يطارد خبزنا في بلدة أخرى، يراني مرة ويحبني في لحظة عمرة، فيدرك أنني سهوا أضفت لقامتي شبرا. سلاما يا غياب أبي، ألم تشتق لتقبيلي؟ لقد خرج الفتى الوهاج من برد الكوافيل، وما عاد الصغير يسير مبتل السراويل. أتينا من صعيد الشوق أفئدة جنوبية، نفتش تحت وجه الشمس عن خبز وحرية، وعن بيت نربي فيه لهجتنا الصعيدية. أنا زهو الأب الحداد، حلم شبابه الناضر، على إيقاع ساعده الفتي ترنم الطائر. أنا الحداد يا ليلى، وزند أبي هو الشاعر. أهاجر من تفاعيل الخليل لحزني الرائع، ألحن ضحكة الأطفال أو تنويمة الجائع. فهل علم البلاغيون أن الشعر في الشارع شجارات لأرملة تغالط بائع الألبان، وثقب ردائها المبتل يجلد جارها الشهوان، وطفل عاري الفخذين يحبو نحوها بأمان. بلاد صبحها خرس وعمياء لياليها، رؤوس رجالها انخفضت لكي تعلو مبانيها. بلاد كل من طفات أضاءت روحنا فيها. الشاعر الكبير الأستاذ أحمد دخيل، بشكر حضرتك جدا، واستمتعت جدا أنا شخصيا برأيك وبشعرك وبأرائك في مبدعنا. بشكر حضراتكم كلكم، هنلتقي تاني ان شاء الله، وعشان وقتنا خلص تصبحوا على خير.